وحول مخاوف شركاء العملية السياسية في العراق من التظاهرات التي دعا إليها المتظاهرون في العديد من المحافظات، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. حياكم الله دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أهلا بك دكتور حامد. يعني دعوات للتظاهر غدا رفضا لحكومة الإطار التنسيقي والسوداني، برأيك هل يستطيع التشرينيون استعادة زخم الثورة رغم القمع والتهديد والترهيب أيضا من قبل الأحزاب والميليشيات؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، عزيزي تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام. الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين المباركة والشفاء العاجل لكل المرضى والجرحى والمصابين والمعاقين والعودة سالمين لكل المغيبين والذين تشردوا من منازلهم بسبب الاضطهاد والمتابعة وتكميم الأفواه. الحقيقة إذا ردنا نتفائل بأن هناك ردة فعل وهناك زخم للثورة، لابد أن نتوقف بأن جذوة ثورة تشرين ما زالها متقدة في نفوس كل العراقيين، ليس فقط التشرينيين، لأنه العراقيون كلهم يريدون التغيير والتغيير الجذري الحقيقي الذي يزيح الطغمة الفاسدة هذه من على سدة السلطة وينهي كل تواجد أمريكي وميليشياوي إيراني وتواجد آخر انتهك السيادة وانتهك الحقيقة كل يعني الضوابط التي تعطي للعراق حق اتخاذ القرار السياسي المستقل. الثورة ما زالها متقدة، الخروج في التظاهرات غدا إن شاء الله، أنا يعني أتابع الموضوع مع شبابنا التشريني، يأتون فعلا في وقت مبكر إن شاء الله غدا ويلتحقون آخرين وتستمر العملية، لكن هذا لا يعني إذا كانت أعداد كبيرة وأعداد أقل من المتوقع لا يعني أنه الثورة في يومها غدا ستستعيد جدوتها مرة واحدة. نتوقع أن الأمور تستمر في اليوم الأول غدا وفي اليوم الثاني والثالث وهكذا، خصوصا وأنه العمل سوف يترافق مع ما يعلن، لأنه هم الآن الحقيقة موقفهم واضح مسبق من رفض محمد الشياع السوداني وتشكيل حكومة محاصصة على نمط الحكومات السابقة، زائد أنه استشراء الفساد بشكل واضح الآن الحقيقة لا يمكن إخفاءه وتأثيره السلبي المدمر على الاقتصاد وعلى الوضع الاجتماعي وعلى حتى النفسية العراقية. لذلك أقول الأمور تسير بموازاة كل ما يكون هناك إصرار من قبل هذه الطغمة الفاسدة على البقاء في نظام المحاصصة المقيتة، هناك إصرار من قبل الشعب العراقي على الإطاحة بهذه الطغمة ونظام المحاصصة المقيتة. طبعا العمل بتحدي كبير من قبل الطرفين، لأنه الطرف اللي باقي في السلطة لحد لغاية الآن يعني كمن تأخذه العزة بالإثم لا يمكن ترك في هذا السياق. نعم. يعني الحكومة وقواتها الأمنية والميليشيات أيضا في رد فعل على دعوات التظاهر بدأوا حملة اعتقالات واسعة للناشطين بالتوازي طبعا مع حملات تكميم الأفواه والقبض على الصحفيين والمغردين وأيضا حجب المواقع. يعني السؤال هنا لربما يتكرر كثيرا، هل يستطيع الحل الأمني أن يسكت الرأي ويوقف الحراك؟ لا بالتأكيد لا، لكان استطاع أن يسكت في استخدام أبشع صور القتل والتنكيل والمطاردة والدخانيات والقنابل الحقيقة التي دخلت في رؤوس الشهداء وحتى الرصاص الحي وحرق الخيم فيما بعد. الثورة مستمرة الحقيقة، إرادة الشعب العراقي لا يمكن قهرها على الأطلاق، لا تكسر، لأنه الشباب الحقيقة أصر على أن يستعيد وطنه المسلوب، أن يستعيد كرامته ويستعيد الحياة الآمنة الحرة، وأيضا الحقيقة يستعيد ما فقد خلال 20 عام من الاستبداد والطائفية والقتل على الهوية والمغالاة في قمع الشعب العراقي في على كل الأصعدة، خصوصا وأنه الآن إحنا وصلنا إلى أرقام يعني خيالية في
ليس الفساد فقط على الطرف الآخر، هو الفقر الآن. يعني عندنا احنا تقريبا 35 إلى 40% تحت خط الفقر. لذلك أنا أعتقد تكميم الأفواه وقمع الشعب العراقي أساليب يعني أمنية في غاية الخطورة على من يستخدمها، يعني سوف ترد عليهم قبل غيرهم. لذلك أنا يعني واثق من أنه شبابنا وشعبنا سوف يستمر في التحدي الكبير في إسقاط هذه الطغمة. ولذلك أيضا هم هذا الأسلوب هو دليل رعب ودليل خوف وليس دليل قوة إذا استخدم ضد شبابنا وضد أبناء شعبنا. نعم الحقيقة هو هذا المنطق الآن اللي يحكم الطغمة الفاسدة من أجل استمرار بقائها في السلطة. نعم لو عدنا إلى أصل المشكلة، يعني وهو شركاء العملية السياسية وفي ظل صراعهم على المناصب والخلاف أيضا المستمر بينهم، برأيك هل ستشكل الحكومة بعد أن كان ذلك مقررا لها السبت الماضي؟ الحقيقة هي هذه الصراعات الآن يعني ظهرت جلية في الصورة، رغم أنه كان المفروض يعني قبل يوم أمس يعلن عن تشكيل الحكومة حتى ولو الكابينة لم تستكمل، لكنه هذا أيضا فشل لأنه هناك صراعات حتى في داخل الكتلة الواحدة، يعني صراع على وزارة النفط، صراع على وزارة التخطيط، صراع على وزارة المالية ووزارات أخرى بين الكتل نفسها، يعني البيت الشيعي ما يسمى البيت الشيعي وغيره. الحقيقة هذه دليل على أنه هناك فعلا يعني تغليب للأطماع الشخصية والفئوية والطبقة الطفيلية التي تغلغلت بجميع مفاصل الوضع في العراق على حساب البلد، على حساب الوطن وعلى حساب الشعب العراقي. وهذا أيضا واضح، هذا عامل مؤثر سلبا على بقائهم، هذا عامل إضافي للشعب العراقي يظهر تماما ويؤكد على أن هذه الطغمة الفاسدة أبدا لا تنشد الحلول التي يريدها الشعب العراقي في قضية تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والطائفية وحتى الشخصية يعني والحزبية. لذلك أنا أقول التشكيلة هذه ممكن تتأخر وممكن أيضا تعلن ناقصة، وفي حينها راح تظهر أنه يعني هذا فشل أيضا دستوري، لأنه إعلان الحكومة يجب أن يكون من ناحية دستورة إعلان حكومة كاملة في جلسة مجلس النواب، يعني إذا كان هناك شرعية في العمل كله على أساس الموافقة أو استثناء نعم بعض القرارات. نعم يعني بعجالة دكتور حامد، ما هي توقعاتك لاستجابة الشارع للدعوة للتظاهرات غدا؟ يعني ذكرت أنه لربما إن كان هناك عدم استجابة كثيرا فهذا لا يدل على عدم يعني عدم التفاعل، ولكن ما هي توقعاتك فعليا؟ أنا أتوقع الحقيقة إذا بدأت غدا لن تنتهي بأيام قادمة، سوف تتصاعد مع تصاعد مشاكل الطبقة الفاسدة وتناقضاتها وصراعاتها فيما بينها على المغانم. فإذا كان هناك فعلا ضعف بهذا الجانب في تشكيل الحكومة سوف يزيد زخم الشارع قوة وإصرار على الإطاحة بها. وأنا أعتقد أيضا ما أن تعلن الحكومة بتشكيلتها بوزرائها بأسمائها ببرنامجها الحكومي الذي سوف يظهر مدى جديتها في حل المشاكل من عدمه، لأنه البرنامج الحكومي الحقيقة له أولويات. إن ثبت بأنه هناك فعلا جدية لدى محمد الشاه السوداني في على الأقل التناغم ويعني مناشدة الرأي العام العراقي أن يوافق عليه، لأنه مثل ما نعرف احنا شقة الخلاف وانعدام الثقة تماما بهذا الطغمة الفاسدة من قبل الشعب العراقي أصبحت الآن في أعلى شكرا مستوياتها. جزيلا لذلك لك. يعني عذرا نعم للمقاطعة ولكن لضيق الوقت، كنت ضيفنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لك مجددا.